الصين في تونس وقالت ما عندهاش علم باللي انا طلبت من حكومه الصين باش نشري الفاكسان لتونس. اولا علاش سفاره الصين في تونس باش يكون عندها علم وانا ما نعيش في تونس وما عندها حتى دخل، وزيد سفاره الصين ما كذبتش قالت ما عنديش علم. ما انتم تكذبوا فيا نهار الكل وتسبوا فيا يا خويا، انا عندي ما يثبت اني راسلت ممثلين من حكومه الصين ورجعوا لي انهم موافقين باش يبيعوا الفاكسان لتونس واعطوني بروبوزيسيون تاعهم وطلبوا مني وثيقه انه تونس موافقه وانه كريم الغربي نجم يشري الفاكسان لتونس من عند السينوفاك اللي هو المخبر اللي صنع الفاكسان تاع الكوفيد. باهي، اتصلت باشخاص يخدموا في الدوله التونسيه رسميين وموجودين راهو في الرايد الرسمي وقالوا لي باش يحاولوا يوصلوا لرئيس الحكومه ولا وزير الصحه، وراهو عندي ما يثبت والحكايه ذي عندها اكثر من شهرين وما راني انه ما جاوبني حد. كيف ريت توا الوفيات كثرت بالكورونا قلت نهبط بوست باش يتحركوا يعطيوني الموافقه من تونس وفي عوض يعاونوني، وهما في الاخر مش باش يعاونوني انا باش يعاونوا تونس. مشاو اتصلوا بالسفاره الصينيه في تونس وقالوا لهم كذبوا الاخبار هذا كل باش انا ما نبانش في الصوره. اما بربي الحكومه التونسيه كانت نجم تجاوبني بايميل ولا واتساب كيف انا اتصلت بهم، ما عملت لهم الشوشره ويقولوا لي ما تدخلش روحك خويا في الفاكسان وما يشوهوليش صورتي كيكا. اما لا غالب مخوفتهم الكوستيم وفي بالهم انا نعمل في السياسه ويعطيوا في تصويره غالطه للعباد. علاش هذا الكل؟ خاطر اللي لابسين الكوستيم الكل 10 سنين ما عملوا شيء في البلاد. به انا هاني باش نقص حبل الكذب وفضحتهم خاطر في بالهم خرجوني كذاب ويحبوا يكرهوا الناس فيا. عندي ما يثبت المراسلات وطلب رسمي للمخبر الصيني سينوفاك اللي صنع الفاكسان تاع الكوفيد واللي انا نحب نشري الفاكسان لتونس، وهذه ورقه رسميه من عندهم مختومه من عندهم، وهذا طلب انا قمت به وعندي اوراق اخرين موثقين وفيهم معاينه وتنجموا تتصلوا بالليزافوكا نتاعي عندهم كل شيء. باهي خويا، نعطيكم سكوب. اليوم الصباح الحكومه اتصلت بنفس العباد اللي انا اتصلت بهم ويحبوا يشريوا ديريكت الفاكسان وقالوا لهم نهار السبت نبعثوا لكم مراسله رسميه من غير ما تتعاملوا مع كريم. يا خويا ان شاء الله مبروك وان شاء الله مبروك عليكم وان شاء الله توفروه في اقرب وقت للتوانسه، اما ان شاء الله ما تطلعش كذبه جوست باش تكنتروني انا مع الناس، اما راكم حايرين توا كيفاش جبت المعلومه ذي. باهي، وبالله نطلب من العباد اللي تشوالي في سمعتي وقاعده تبعث في ناس على الميسنجر واتساب راني ما نتيحش للابتزاز، وفما واحد مسخ حاول برشا مرات يبتزني لكن ما تحتلوش، وانتم تعرفوه وعنده سوابق عدليه في الحكايات هذيا ومعروف برشا في تونس. واللي قال انا مانيش موجود على موقع امسام اللي هي المراقب الدولي الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحده، نقول له لا راك غلط راني موجود وليزاكتيفيتي كل نتاعي موجوده في السيت. يا رفيق يظهر لي مازلت ما تعرفش تستعمل الانترنت باش ما نقولكش كلمه اخرى، واني مازلت متربي معاك، نجم تدخل على السيت لوفيسيال وتلقاني وتلقى ليزاكتيفيتي الكل نتاعي موجوده. باهي، ونزيدكم حاجه اخرى، اللي قال الباسبور مزور يا خويا هاني مشيت به لفرنسا ودخلت به لاوروبا ودرت به العالم واستقبلوني كدبلوماسي وراسي مرفوع ودخلت به لمصر وبرشا بلدان اخرين وفي فيزاوات وليزونتري الكل، هاو هذا ما هو باسبوري ولا هاو باش نحل هاو الناس الكل تتفرج هاو باسبور هاو ليزونتري فرنسا اوروبا رواسي هاو ليزونتري، معناتها انتم تفهموا اكثر من البلدان الاخرى القويه، هاو في حتى دي فيزا دبلوماسيه هاي سيدي هاي فيزا هذايا لمصر فيها دخول الخروج وهذايا فيزا دبلوماسية من البلاد اللي أنا عايش فيها. باهي، شو نقول لكم؟ دونك يزيو من الكذب على التوانسة ياسر كثرتولها، ونزيدكم حاجة، برشا فنانين في تونس عندهم منه الباسبور وما حبيت نسمي حد وهما ما حبوا يسمي حد، أما مخوفهم كادوريم كيفاش لبس له الكوستيم، وإن شاء الله تلقاو خدمة أخرى أبار كادوريم. وكان ما نجمتوش تجيبوا الفاكسان للتوانسة، هاي دعوة مباشرة لسيد رئيس الجمهورية. انا على ذمتك بالمال والعلاقات وفي اي وقت باش نجيبوا الفاكسان وان شاء الله حتى غدوه، على خاطر ما عادش عندي ثقه في الحكومه والمسؤولين. وحاجه في الاخر باش نقولها، راني ما نخافش، راني ما نخاف من حد، نخاف كان من ربي سبحانه ومن امي على الارض، وربي مع التوانسه الكل، والسلام عليكم. مرحبا بك.